قال محمد خالد إبراهيم الطالب بجامعة القاهرة إن المشاركين في جلسات الحوار الوطني ناقشوا كل ما يتعلق بالأنشطة الطلابية والمشاكل والتحديات التي تواجهها. يأتي من ضمن تحديات التمويل والإجراءات وكذلك الوعي بأهمية الأنشطة الطلابية نفسها. إن شاء الله النهاردة في المحور المجتمعي للحوار الوطني لجنة الشباب تحديداً الجلسة بعنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة والاتحادات الطلابية. هو في الحقيقة احنا النهاردة جايين نتحاور ونتناقش فيما يخص الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية، المشكلات الخاصة بالاتحادات الطلابية، عارضين المشكلات اللي بتواجهنا كاتحادات وكأنشطة طلابية. كإحنا ناس بتشترك في الأنشطة الطلابية عموما من أول ما دخلنا الجامعة، فشفنا بعنينا ايه هي المشكلات اللي ممكن تواجه الأنشطة دي، واحنا أعضاء في الأنشطة دي كمان لما تدرجنا لحد لما بقينا رؤساء الأنشطة دي. فالمشكلات دي ظلت موجودة حوالي 3-4 سنين طول ما احنا موجودين في الجامعة، مشكلات بقى زي التمويل، مشكلات إجراءات معقدة، مشكلات وعي بأهمية أنشطة طلابية واتحادات طلابية، مشكلات قدرات وبناء القدرات، وسؤال مهم: من يقودون الأنشطة الطلابية؟